تم البيع. حاجة عظيم، تم رفض البيع، تم رفض البيع لأسباب أمنية. حلوة الحتة دي. لا يا عم شهاع. تم رفض البيع لأسباب بسم الله ما شاء الله. وادي الجاموسه، اللهم صل على النبي. اعمل ايه بقى نصيب؟ ما هو رزق. اعمل ايه وراها انت يا جماعه؟ والله 85 يا عم الصوف. الله اكبر، دين عليك. الله اكبر، 90,000 ده كانوا عاملين يضربونا بالنار. عبد هات لك وفتح عيني. هو بقى حاجه 800 80,200 وتم البيع فيه. الصلاه على النبي. خلف نتايه جنبها. طيب حاجه امسك بقى فيها شقه وكل حاجه باينه امام حضرتك. احنا بنبيع عيال الفرح بوضوح. احنا بنبيع بوضوح. 012 89 66 53 83 83 باسمها الجاموسه المبروكه. الصلاه على النبي. خش يا معلم بالخلفه زي ما انا قلت لك. بتاع واصحى معايا. واحد قدام الكاميرا. بطل خبطين بقى. شوف انا يا جماعه شغال يوم الاثنين كل اسبوع من قبل صلاه الفجر. بس يا عم مش انا بس اقعد تحتين. مش عارف عم سمير. تعالى سمحت جنبك وقت ليه؟ سامعني؟ يا عم عبد العال. 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 يا حاج عبد العال. يا عم عبد العال. يا عم عبد العال. يا تم رفض البيع، تم رفض البيع لأسباب أمنية. لا امنيه. حلوه الحته دي. لا يا عم شهاع. شرف بتاع تم رفض البيع لاسباب امنيه. يا عم انت تعيط حاجتي هنا اهو. هنا اهو يا عم سعيد. يلا خط احمر يا حاج. يا عم شهاع اسحب يا صلاح دي. ربنا يبارك. اربطها يا سعد. انت خد يا عبود اسحب انت دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للقاء قادم.